طبعا هذا وحش صغير يمشي على الارض، 275 حصان. حياكم الله متابعين مربع نت من جديد، حلقه جديده من برنامج اسعار السيارات، واليوم نحن في زياره لليمني وكيل علامه سوبارو اليابانيه هنا في السعوديه، جاي نغطي اسعار سيارات 2021 و2022، وكالعاده جميع الاسعار راح نذكرها شامله ضريبه القيمه المضافه، وايضا لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل كل جديد في عالم السيارات. يلا خلينا نبدا اسعار سوبارو اليابانيه. نبدا تغطيتنا لليوم مع سوبارو اكس في، هذه الكروس اوفر الصغير من عائله سوبارو، موجوده في موديلين، خلينا نقول 21 و22. موديل 21 سعرها 114999 ريال، موديل 22 سعرها 119900 ريال سعودي شامل الضريبه. طبعا اللي قدامنا هي موديل 22، خلينا نروح لموديل 21 هذه الحمراء. السيارة هذه يا جماعة الخير اللي وده بسيارة للمدينة زائد بر خفيف اكس بي جدا جدا جميلة. هذه صبية تقدر تحمل فيها. عارف واحد شاب مع نفس السيارة هذه مركب لك كفرات حجرية خفيفة كذا صغيرة، ما خلى مكان ما راح فيها العلا بر اي شيء تروح فيه السياره هذه. اللي حاب يشوف سياره مستعمله او جديده منها يقدر يشوف تطبيق مستعمل ويتصفح التطبيق ويقدر يشوف كل السيارات هناك مع اسعارها. والان ننتقل الى فئه السيدان، والسياره الوحيده حاليا موجوده اللي هي دبليو اركس موديل 22. حاليا توفر فئتين، الجير عادي سعرها 169999 ريال سعودي، وايضا عندنا الجير الاوتو سعرها 179999 ريال سعودي شامل الضريبه. طبعا هذا الشكل الاخير والتحديث اللي نزل على السياره. خلينا نعطي نظره من الجانب والخلف. طبعا هذا وحش صغير يمشي على الارض، 275 حصان ما شاء الله. هذا شكله من الداخل، طبعا تغيير جذري عن الشكل القديم، وخارجيا عاد ما يحتاج اقول للامانه شكله في الصور يوم شفته اول ما دشن السياره ما كان مره عجبني، لكن على الطبيعه السيارة جدا جميلة وأنيقة. خليني أوريكم شكل الجير الأوتو اللي هنا مع اللون الأبيض هذا، مبرز الخطوط السوداء هذه ما شاء الله. طبعا أربع شكمين 2.4 تيربو تشارج، دفع رباعي مستمر. أعطوني رقم في الدبليو أركس. وبكذا نكون وصلنا لختام تغطيتنا لهذا اليوم. اذا انت واحد من ملاك السيارات الجميله هذه اكتب لنا رايك في التعليقات عشان الكل يستفيد، وكالعاده لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واي احد يحب علامه سوبارو شير المقطع خليه يتعرف على اسعار السيارات الموجوده عند وكيلها اليمني. يعطيكم العافيه ونشوفكم على خير، مع السلامه.